ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على تحليل مهم جدا اسمه السي رياكتيف بروتين. يا ترى بيتعمل ليه وايه هي فايدته وايه هي الاعراض اللي بتخلي الدكتور يطلب مننا ان احنا نعمل تحليل السي رياكتيف بروتين، وايه هو المعدل الطبيعي للسي رياكتيف بروتين؟ اول حاجه، السي رياكتيف بروتين هو بروتين بتتم عمليه انتاجه من خلال الكبد، واحيانا بيحصل ارتفاع في مستويات هذا البروتين في حاله لما الجسم يتعرض لبعض انواع الالتهابات المختلفه، اي انه تحليل يعتبر دليل على الالتهابات في الجسم. طيب السي رياكتيف بروتين امتى بيطلبه الدكتور؟ لما يكون هناك نوع من التهاب لما يكون في التهاب المفاصل الروماتيدي بيكون شاكك فيها، وبعض امراض القلب، وبيقيم حالة الشريان التاجي، وهي الحالة الصحية اللي بتضيق فيها شرايين القلب. طيب ايه هي دلالة ارتفاع السي رياكتيف بروتين؟ بيرتفع السي رياكتيف بروتين في حالات مختلفة، منها حالات الحروق، حالات الالتهاب الرئوي والسل، النوبات القلبية، التهاب الأوعية الدموية، التهاب الأمعاء، الإصابة ببعض السرطانات. طيب ايه هي الاعراض اللي بتستدعي ان احنا نعمل اجراء التحليل ده؟ اعراض زي اعراض الحمى، كمان التنفس بشكل سريع، زيادة معدل ضربات القلب، القيء. فبالتالي بيبدأ الدكتور يطلب تحليل السي رياكتيف بروتين. طيب هل بيستدعي ان احنا نعمل السي رياكتيف بروتين ده الصيام مثلا او اي اجراءات معينة قبل ان احنا نعمله؟ ابدا، بيتاخد منه من المريض عينة عادية جدا، واكل او مش واكل مش فرق. طيب يا ترى ايه هي المعدلات الطبيعية للسي رياكتيف بروتين؟ ان تكون النسبة اقل من 10، يعني من 0-5 ميلي جرام بر لتر. فهنا الحالة دي 1.8، يعني هنا طبعا كانت مريضة بتعاني من التهاب المفاصل، فطبعا نسبة السي رياكتيف بروتين عالية جدا، يعني معنى كده ان الشخص ده بيعاني من الالتهابات الروماتيزمية او التهاب المفاصل. وبكده قدرنا نقرأ السي رياكتيف بروتين، والواحد بوينت 8 ده يعني النتيجة دي عالية او زايدة، وده هو تحليل السي رياكتيف بروتين.